فاز منتخب مصر الأولمبي بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره العراقي في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في الأولمبياد خلال الفترة من 26 من يوليو وحتى 11 من شهر أغسطس المقبل، ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان. يشارك لاعب منتخب مصر سيف هاني في أول بطولة عربية لجمباز باركور بالأردن خلال الفترة من 19 إلى 21 من يوليو الجاري. كان الاتحاد المصري للجمباز أعلن في وقت سابق ضم رياضة الباركور لمسابقاته الرسمية على أن تكون لها منافساتها الخاصة وتكوين منتخب خاص بها خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر مشاركة فرع الرياضة الباركور في منافسات دورة الألعاب الأولمبية ابتداء من 2028 كأحد فروع الجمباز بعد أن قام الاتحاد الدولي للجمباز بإدراج منافساتها ضمن فروعه وتنظيم بطولات قارية ودولية في الأماكن المفتوحة.